خلينا نقول الحمد لله الاهلي مكمل مسيره انتصاراته واقترب كمان من حسم الدوري الحمد لله. والنهارده عندنا ماتش مهم جدا امام فيوتشر، هنتكلم في كل التفاصيل واكتر. بس خلينا نرحب بكابتن اسلام عادل نجم الاهلي السابق اللي منورنا النهارده، وعيد ميلاده كان امبارح او نقول النهارده. صباح الهنا وسنه طيبه يا كابتن. صباح الخير يا نهاوند، ازيك؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ كل سنه طيبه وبخير. كل سنه طيب عقبال مليون سنه بمناسبه عيد ميلادك ال21. ما شاء الله الوقت بيجري. حلو جدا الوقت بيطير. حلو جدا 21 دي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كتير جدا من امبارح للنهارده. منور الدنيا كلها. طبعا عندنا كلام كتير عايزين نتكلم معاك فيه، سواء متعلق بماتش النهارده ان شاء الله ورؤيتك لهذا اللقاء، او عن مشوار النادي الاهلي عموما حتى هذه اللحظه. بس تعالى نقف في الاول عند حاجه تستحق التوقف امامها وتاملها. وكنا بنتكلم النهارده تحديدا اللي كانت بتتكلم عنها في حلقه النهارده، ثلاثيات النادي الاهلي المتكرره مع كولر. لازم نقف عندها شوي. اكيد وراها حاجه، يعني وراها سياسه مختلفه بيقدمها كولر مع النادي الاهلي. واحنا كنا بنتكلم الاول على تقييمنا لكولر، كنت بقول لكم نستنى بعد بطوله افريقيا علشان نقدر نحكم، لان في النهايه لو ما كناش كسبنا بطوله افريقيا ما كناش هنتكلم بنفس الشكل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، كان هيبقى في شكوك كبيره جدا. لكن الراجل بادارته مباراه الوداد هنا وهناك اداره جيده جدا، والحمد لله الظروف خدمتنا بشكل كبير جدا، واللعيبه كانوا رجاله وعلى قد المسؤوليه بشكل كبير جدا. صحيح. ومكاسب بقى كتيره جدا في البطوله، مكاسب المباراه والمكاسب المعنويه، وشفنا لقطه الشناوي مع مصطفى شوبير مكرره جدا في النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بس بيكسب بطولات، ده بيعلم دروس، وشفناها قبل كده مع متعب وحسام غالي بتتكرر، واللي بعديها الجيل اللي بعد كده برضه هتتكرر تاني وتالت. كابتن محمود الخطيب الرمز الاشهر والاهم في تاريخ النادي الاهلي موجود، لكن حسام غالي عضو مجلس الاداره كان موجود رئيس بعثه، فبقى موجود على الستيج مع طبعا رؤساء الاتحادات الافريقيه والمصريه والناس الموجودين، فمكاسب كتيره جدا. كولر بقى في الناحيه الفنيه، انا كنت مستني بطوله افريقيا نكسبها وما نكسبهاش، الحمد لله ان احنا كسبناها، لان التقييم هنا اختلف بشكل كبير جدا. هو الراجل كمان حس بقيمه النادي الاهلي، كل ما يعدي الوقت كل ما يتحط في مشاوير صعبه وبطولات صعبه، هو بيدرك قيمه النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي في الوطن العربي وفي افريقيا وفي العالم كمان عامل ازاي. الراجل الامور الفنيه بقى بتساعد مع النتائج، عارف لما تبقى عامل نتائج كويسه انت بتقدر بقى تجرب كل حاجه وكل حاجه مقبوله منك، فحتى لو انت مثلا بتلعب في الكاس مع فريق مثلا في الممتاز به والنتيجه اتاخرت شويه او كسبت بصعوبه شويه مقبول منك، والناس باصه لك اللي هو انت ليك رصيد كبير عندنا، فانت بس خد بالك اللعب مع الدرجه الثانيه غير الممتاز، اللعب في افريقيا صن داونز مش لما غير سيمبا، كل هو بيلعب بطريقه واحده، هو عارف هو ايه فارق شخصيه النادي الاهلي دايما طول الوقت، وده كويس. لكن في اوقات لازم تكون واقعي، اكيد هتلاعب فرق يعني صن داونز مثلا فرقه في وقت من الاوقات مش هينفع طول الوقت تبقى بتلعب بشكل مفتوح، اكيد وانت بتلعبهم هناك مثلا هتبقى محتاج تقفل خطوطك شويه. فالراجل الثلاثيات اللي بيعملها مع النادي الاهلي مش وليده الصدفه وليده الحظ، انما قبلها حاجات كتير جدا، قبلها تنظيم، قبلها ترتيب، قبلها اشتغل انديفيدوال على بعض اللعيبه، مستوى اللعيبه تطور بشكل مرعب جدا. بيرسي تاو انا ما شفتوش مع موسيماني كده، يعني موسيماني الاب الروحي ليه هو اللي جابه، ما شفتوش معاه كده، انفجر مع كولر. فالراجل مسيطر على الفريق فنيا بشكل كويس جدا، قادر يعمل روتيشن، قادر بقى يجرب حاجات كتير جدا، وانت بتكسب كل حاجه مقبوله منك، وانت بتكسب تقدر الناس تغفر لك حاجات كتير جدا. لكن الراجل بامانه الى الان ما عندوش اي اخطاء، ماشي بشكل كويس، الحاجات اللي لسه ما وصلهاش بيوصل لها مع الوقت والوقت بيساعده. فقصه ان احنا بقى بنروح لجول كتير وبنترجم الفرص لاهداف، ده الشكل الجيد واللي بيخلينا الحمد لله نكسب اداء ونتيجه معظم المباريات، ونحسم بقى الدوري ان شاء الله بشكل كبير من بدري. يعني نتمنى ذلك اكيد. وعندنا ماتش فيوتشر كنا بنتكلم طبعا عنه، ماتش فيوتشر كالعاده ناس هتقول لك انت بتلعب فيوتشر ترتيب تاني خالص، اداء مختلف، مستوى في الكوره مختلف، بس برضو كالعاده ما فيش مباراه سهله. صح. رؤيتك للاهلي وفيوتشر النهارده باذن الله ازاي؟ مباراة صعبة جدا 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 كمان، لان فيوتشر من الاندية اللي اتولدت كبيرة، يعني فيوتشر في اول سنة ليه كسب كاس الرابطة، وفريق من الفرق الكبيرة جدا، عنده جهاز فني رائع، كابتن علي ماهر مدير فني كبير جدا، وعنده لعيبة جيدين جدا، عندهم يعني 3 4 5 لعيبة من موجودين اصلا من النادي الاهلي، ولما بتلعب قدام النادي الاهلي الوضع مختلف تماما، سواء انت ابن النادي الاهلي او مش ابن النادي الاهلي، عايز تقدم مباراة كبيرة، عايز تقدم مباراة. صحيح. مختلفة، وانت بتلعب مع فريق اتولد كبير، والسنة دي مر بظروف صعبة، يعني يمكن خرج من كاس الرابطة اللي هو صاحب اول فوز بلقب البطولة، فعايز يعوض بقى، والكاس برضو مصر برضو لم يوفق برضو خرج، فبالتالي هو عايز يعمل حاجه بس مختلفه. بس مش غريبه يعني. كابتن اسلام الموسم ده ازاي فعلا فيوتشر اداؤه مش الجيد ولا نتائجه رغم الصفقات الكبيره جدا واللي كانت برقم برضو في بدايه الموسم، واللي قلنا ربما هتنعكس على الاداء والنتيجه، مش غريبه النمط شويه؟ النمط واحد بس شويه، يعني فيوتشر بدا كبير وفضل كبير، ما فيش حاجه اتطورت، ما فيش حاجه حصلت، فالنمط واحد، عارفه ما فيش حاجه، ما فيش لاعب اتباع فدخل فلوس للنادي، ما جابوش حد جديد، ما فيش اضافات، الفريق مستقر، فساعات الاستقرار التام والهدوء ده يخليك ما توصلش
عامل ملل، عامل ملل شويه، مفيش حاجه بتحصل جديده. يعني البيراميدز مثلا اغير مدرب واجيب مدرب، اغير لعيب واجيب لعيب، في حاجات في اكشنز كتير بتحصل جوه النادي، انما في هناك هدوء تام. الهدوء التام ده ما فيهوش حركه، ففي عارفه يعني دي نتيجه طبيعيه جدا. فعشان كده كمان انا الله اعلم يعني اداره فيوتشر اكيد اداره كبيره واداره محترمه، وزي ما بقول لك نادي اتولد كبير، لكن الامور الماديه ما اعتقدش ان هي احسن حاجه هناك دلوقتي. في بعض الامور الاداريه مش احسن حاجه برده، خروجهم برده من الكونفدراليه بشكل يعني، في برده بعض الحاجات الاداريه اكيد ده عمل تذبذب شويه في النواحي الاداريه، وده بيؤثر سلبا على الامور الفنيه. وطول الوقت احنا بنقعد نقول النادي الاهلي ممكن ما يبقاش احسن فريق في الملعب، لكن هو احسن اداره طول الوقت. فلازم تبقى بتدير دايما بشكل كويس، لكن فريق كبير مباراه صعبه جدا 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 على النادي الاهلي. هو هيبقى عنده انا لسه مغلوب من المصري ولسه عندي نتائج سلبيه، فعايز اعمل ماتش كبير، وماتش كبير قدام مين؟ قدام النادي الاهلي بيفرق كتير جدا. ناس كتيره جدا طول السيزون ما يعملش في الاخر نتيجه كويسه، بس ده كسب الاهلي، ده تعادل مع الاهلي، ده عمل نتيجه كويسه مع النادي الاهلي. انا فاكر واحنا في المقصه كابتن عماد سليمان في سنه من السنين، المقصه ما عملتش موسم كويس بس كسبنا في السنه دي الاهلي والزمالك، فاتقال ايه المقصه السنه دي كسبت الاهلي والزمالك، فاهم قصدي؟ فطبعا مباراتك امام النادي الاهلي مهما كان انت مين بما فيهم الزمالك، لا الموضوع كمان مختلف. خلي بالك اللي انت بتقوله ده اللي من ضمن التفاصيل اللي بتخلي اي فريق يلاعب النادي الاهلي في اي بطوله هما الاثنين بيتنافسوا فيها، مهما كان مستوى الفريق حتى لو الفريق المنافس ده متواضع، بس يجي قدام النادي الاهلي يتغول. واخد بالك ازاي؟ فما بالك بقى لما يكون الفريق ده كمان جاي لك وبيلعبك هو ايه يعني جريح نسبيا، ان هو خسران بطولات كبيره ما قداموش يعني بديل تاني غير ان هو يعمل جيم عالي قدامك، ده بيصعب من مهمه النادي الاهلي اكيد. طبعا وتقييمك كمان في المباراه مختلف تماما، يعني النهارده فيوتشر بيلعب اي قدام اي نادي في مصر غير قدام النادي الاهلي، كابتن علي ماهر نفسه اداؤه الفني قدام اي نادي في مصر غير قدام النادي الاهلي. مصر كلها بتتفرج، 130 مليون بيتفرجوا على مباراه النادي الاهلي مع فيوتشر، خاصه في الاسابيع الاخيره دي الاوقات اللي النادي الاهلي خلاص بيحسم ان شاء الله فيها اللقب يعني. فهتلاقي تقييمك انت كمان مختلف، يعني الناس كلها بتاخد دايما من مباراه النادي الاهلي، واحنا بنلعب في الدوري الممتاز بنلعب مثلا 34 ماتش، انما الناس كلها بتتكلم على الماتشين بتوع النادي الاهلي وبعديهم بشويه ممكن الزمالك مثلا او بيراميدز يعني، انما الموضوع مختلف تماما. والحاجه برده الجميله في فيوتشر وفي الانديه اللي موجوده ان كل واحد عارف مكانه وعارف حجمه هو فين، فبيسعى ان هو يكسب دايما البطل، ودي مهمه جدا خد بالك. لان احنا عندنا مشكله دايما في مصر بتقابل بعض الانديه وحتى بعض الاشخاص ان مش كل واحد حاطط نفسه في مكانه، مش كل واحد حاطط نفسه برواز، وعارف لو كل واحد حاطط نفسه برواز هتعرف تشتغل من مكانك، وده بيعطل ناس كتير جدا. يعني نادي الاهلي في حته بعيده مختلفه تماما ومش محتاج يثبت لحد، هو بينافس نفسه كده كده اوريدي، لكن الانديه الثانيه لو كل واحد حاطط نفسه في مكانه هيعرف يشتغل. انا معجب جدا بفيوتشر وبيراميدز، عارفين حجمهم، عارفين مكانهم، عارفين ان احنا انديه حديثه العهد شغالين بشكل كويس، عندنا استراتيجي معموله بشكل معين، بننافس على ثلاث مراكز اللي بعد النادي الاهلي الثاني والثالث والرابع، احنا فيهم اوريدي سنتين ثلاثه اللي فاتوا بنحاول نلعب كونفدراليه، بنحاول نلعب افريقيا، الناس عارفه هي فين، وده حلو جدا لان انت لازم تعرف انت فين عشان تقدر تشتغل. اللي مش كويس ان انت ما تبقاش عارف بروازك، ما تبقاش عارف انت فين، ما تبقاش انت رقم اثنين، لا انا اصلا المفروض ابقى رقم واحد، يا عم ركز في رقم اثنين، لا انا المفروض ابقى رقم واحد، انا نادي مش عارف ايه، في الاخر هتفقد اصلا رقم اثنين، هتلاقي نفسك ثالث ورابع وخامس، هتبعد ليه؟ لان انت ما حطيتش نفسك في مكانك السليم عشان تقدر تشتغل منه. ولما الانديه بتعمل كده بتشتغل كويس، يعني حتى نادي الزمالك في وقت من الاوقات بنحترمه وبنقدره، في وقت من الاوقات كان عارف ان هو الثاني وعارف ان ظروفه صعبه ووضعه صعب، لما اشتغل وركز قدر ان هو يفوز بالدوري مرتين ورا بعض بعد سنوات طويله جدا. لما تنشغل بحاجات ثانيه وانك تفكر في حاجات ثانيه خارج الاطار وما تبقاش امين مع نفسك، هتبقى تذبذب الاداري وده ليه عوامل كبيره، هتبقى بتاذي نفسك بشكل كبير جدا. الاداره اهم حاجه في الفرق، بتبقى عارفه يعني كل فريق عارف مكانه فين زي ما انت بتقول، بس مش بالضروره جماهير الفريق تكون راضيه قوي عن اللي هم عارفينه ده، يعني فاهم ازاي؟ يعني حتى اللي عارف ان هو في مركز ثاني او ثالث او رابع، ما بطبيعه الحال اي جمهور حقه المشروع انه يتطلع لما هو اهم من هو كده. هو دايما الجمهور بيمشي ورا ادارته، يعني عارف النهارده لما يطلع مسؤول عاقل يعني يبقى بي 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 بيدلي بتصريحات متزنه، هتلاقي الجمهور دايما ماشي في دارك. النهارده لما يطلع مسؤول في اي نادي كبير يقول احنا عارفين مكاننا واحنا بنسعى لايه الفتره الجايه وكلام منطقي، هتلاقي الجمهور صدقك، لكن ما تبقاش انت اصلا كاداره بتقول حاجه مش منطقيه، فهتلاقي الجمهور برده تصريحات عنتريه على الفاضي مش منطقيه ومش طبيعيه، وده بيحصل كتير جدا يعني في المنظومه اللي احنا فيها. انه في ناس كتير جدا انا بمشي ورا المسؤول بتاعه، بنمشي بنفس المنطق وبنفس الشكل يعني، وجزء ثاني لا شايف انه ده كلام مش منطقي، فبيبقى في انقسام اصلا في الجمهور وانقسام في الاداره وانقسام في اللعيبه، في الاخر النتيجه هتبقى وحشه. واحنا حتى كنادي اهلي يهمنا طول الوقت ان كل المؤسسات اللي في مصر تسير بشكل جيد، بنحب جدا الناس كلها تبقى ناجحه، بنحب جدا احنا يعني في وقت من الاوقات واحنا في ناشئين النادي الاهلي قعدنا جيل 87 88 ده قعدنا مثلا خمس ماتشات اربع ماتشات نكسب الزمالك راح جاي، اخواتنا واصحابنا لعيبه الزمالك كنا زعلانين لانه في الماتش الثالث مش حاسين بنتيجه المباراه ولا بطعم المباراه، عايزين الزمالك يبقى ند لان احنا بنحبه، هو نادي كبير جدا، واه احنا منافسين لبعض، لكن في النهايه
انا احب انك تبقى كويس علشان نقدر نتنافس بشكل كويس. احنا سيبنا النادي الاهلي، نادي الزمالك في ملعبنا مع كابتن ضياء السيد، واحنا عندنا 18 سنه 6-0 في ملعبنا، 6-0 في ملعبنا في ملعب النادي الاهلي مدينه نصر، ملعب 4 الاتحاد ده. فبالتالي لما رحنا كسبناهم الدور الثاني 3-0 هناك، انا فاكر انا جبت جول الثالث في الوقت، ما فرحتش الفرحه اللي هو المفروض افرحها، لانه الامور بقت اسهل، 9 اهداف في مباراتين، الامور بقت اسهل. فاحنا طول عمرنا اخلاقنا وطول عمرنا طبعنا نحب جدا ان كل المؤسسات اللي موجوده في مصر وكل الانديه تبقى في احسن مستوى عندها، لان ده تنافس شريف جدا، واحنا الحمد لله عارفين احنا شغالين ازاي. يعني هنروح بقى الملف تاني. كنا بنتكلم في الفاصل قبل الهوا، وعلى فكره اعتقد يعني اللي احنا قلناه الناس كلها مقتنعه بيه او متفقه معاه. طبعا المنتخب الاولمبي، احنا واجهنا النيجر ومالي والجابون، والاداء ربما يكون ليس مرضي، ولكن النتيجه هنقول الحمد لله ان هي ايه يعني مرضيه الى حد ما. فبرضه خلينا نقف هنا شويه، هل كنت متوقع هذا الاداء؟ هل احنا متوقعين مع ميكالي الوضع يختلف في المباريات القادمه؟ هل في ازمه حقيقيه بتواجه المنتخب الاولمبي مستمره معانا، بمعنى ان انت عندك منتخب من الفرق او الفريق الاول للانديه المختلفه، بس مش اللي بيشاركوا، مش اللعيبه اللي بتشارك اللي بتاخد فرص كتيره، وبالتالي ينقصها بعض الخبرات اللي المفروض تكون متوفره فيها عشان تقدر تحقق نتيجه افضل واداء في الاول وفي الاخر افضل. يعني ايه المشكله بالظبط؟ هقول لك على حاجه مهمه جدا، اوقات كتيره جدا وبطولات كتيره جدا سواء على مستوى الناشئين او الاولمبي او الاول، عارفه مين اللي بيكسب البطوله؟ الفريق اللي عنده حاله كويسه. يعني اوقات كتير جدا تلاقي منتخب قوي جدا بس ما يكسبش بطوله، مفيش رابط، مفيش انتماء للبلد بشكل كبير، مفيش حب للبلد، كلهم عايشين بره البلد، الانتماء مش زي ده اللي احنا دايما بنراهن عليه. مصر مثلا في 2006 و2008 و2010 اوعي تقولي لي ان احنا كنا احسن منتخب فنيا في ثلاث بطولات، مستحيل. احنا في كوت ديفوار هنا في 2006 كانوا اتقل مننا بكتير جدا، وعندهم يعني لعيبه رهيبه، لكن الحاله اللي بيكسب اي منتخب الحاله. المغرب وصل سيمي فاينال كاس العالم بالحاله، بحاله اللعيبه. طب معنى كده ان احنا بقالنا شويه سنين حلوين حاله بعافيه؟ الحاله مش حلوه في المنتخب الاولمبي عشان نكون واضحين، يعني الحاله اداريا ولا ايه؟ لا الحاله في حاله كده ما بين اللعيبه، حاله فنيه واداريه، ولما مش يعني مش موجوده بالشكل اللي موجود مثلا عن احنا كسبنا الوداد بالحاله، احنا حالتنا احنا حاله الفريق. كنت بتكلم مع كابتن تامر مصطفى المدير الفني للامبي، وكنا بنتكلم على نجاحه مع امبي. هو خد الفريق من اخر ثلاث فرق في الدوري، النهارده ما شاء الله السابع اهو، وعمل انتصار، يمكن عمل خمس انتصارات متتاليه امبي طول تاريخه ما عملهمش في الدوري المصري الممتاز. فكنت بكلم مع كابتن تامر فبقول له ايه الامور الفنيه اللي فرقت مع الفريق، او خاصه ان هو جاي مع كابتن طلعت يوسف اسم كبير جدا، وقبليه كابتن احمد كشري، الوضع معاه اختلف تماما. قال لي احنا الحاله بتاعه الفريق، احنا خلاص واخدين على بعض، حابين بعض، عارفين شكل النظام، عارفين التكتيك بيتعمل ازاي، اتعودنا كمان على المكسب، فبقينا ننزل كل مباراه احنا متعودين على المكسب، فعندنا ثقه ان احنا نكسب اي حد هيلعب مع النجوم في كاس مصر. فعشان ما ابعدش عن المنتخب الاولمبي، الحاله مش موجوده، حاله البطوله مش موجوده، موجوده عند مين؟ موجوده عند منتخب المغرب. عشان كده تلاقيه في البطوله يلعب مع غانا خمسه في نص ساعه عادي جدا، مفيش مشكله، ثلاث اربع تجوال. هو ايه اللي يمنع ان الحاله تكون متحققه وموجوده بالفعل طالما انت بقيت المقادير انجاز التعبير متوفره؟ ايه اللي منعك ان انت تعمل الطبخه المطلوبه واللي جماهيرك مستنيها منك؟ دي حاجه مش سهله خالص، انك تعمل الحاله دي حاجه مش سهله خالص، دي حاجه صعبه جدا، دي شطاره بقى مدير فني واداره، دي حاجه صعبه جدا. يعني الحاله اللي موجوده عند النادي الاهلي، هو النادي الاهلي فرضها على الوضع، فدايما يتقال لك ايه؟ اللعيب اللي بيجي تحس انه بقى له 10 سنين موجود، هي حاله كان عارف يعمل حاله. الكلام ده ممكن يبقى مقبول في حاله الانديه، لكن في حاله منتخب قوي لا، بالعكس المنتخب خد بالك برده ما بيتجمعش كتير. يعني منتخب النهارده بنتكلم على منتخب، يعني في كنا لسه بنقول انه اللعيبه من انديه كتير مختلفه، وعدد كبير جدا من اللعيبه ما بيشاركش بشكل كويس مع الانديه. حتى مثلا محمود صابر اللي احرز هدف رائع جدا اللي بيلعب في بيراميدز، لعيب من احسن اللعيبه اللي انا شفتها موجوده في مصر الفترات الاخيره، حتى مشاركاته مع بيراميدز مش على السنتين اللي فاتوا مش المشاركه اللي هو يستاهلها، هو امكانياته تؤهله انه يشارك بشكل اكبر من كده، ولو مش هيشارك في بيراميدز لازم يتحرك لانه كبيره جدا، حرام نخسر موهبه زي دي. فانا زي ما بقول لحضرتك الحاله الفنيه حاله البطوله مش موجوده عند المنتخب المصري عشان نكون واضحين. لكن في النهايه انت بتكسب عشان انت مصر، انت في مباريات كتيره جدا انت بتلعب باسمك، انت بتلعب بالامكانيات الفرديه، وعشان برضو ادي له حقه المدير الفني مدير فني كبير، يعني الراجل بامانه بالظروف الصعبه دي، وانك مش عامل احسن حاجه عندك ان هو يعد وان هو يكسب وان هو يوصل خلاص قرب من باريس، وده الاهم يعني ان هو يوصل للمرحله دي. لا هو واضح ان هو مدرب كبير جدا، كمان وجود كابتن رياض شيتوس في الجهاز، واحد بقى اشتغل في المنتخبات الخمس ست سنين اللي فاتوا اشتغل بشكل كويس جدا في المنتخبات، فاكيد ده عامل مساهم بشكل كبير جدا في الانجازات والانتصارات اللي بتحصل. لكن في النهايه يهمنا ان النتيجه تيجي، وطالما النتيجه جت الباقي يجي مع المكسب بقى بيغطي وبيدار على كل حاجه. لكن بس مشكلتك انه انت خلاص بقى سيمي فاينل وان شاء الله فاينل لو رحنا للمغرب، لان المغرب اكيد في نهائي البطوله هيبقى نهائي ناري، يعني هيبقى نهائي ناري، امكانيات وحاله وكل حاجه موجوده عندهم، عشان كده انا وانا رايح معاك انت وانت ناقص حالتك هي دي.
احنا انا مش مطمن. انا بحب معاكم حاجه ان احنا ما بنجيش نقول كلام مش منطقي. لا طبعا الناس مش مصدقه. احنا منتخب كبير جدا واسمنا كبير جدا وعندنا لعيبه جيده جدا وعندنا جهاز فني رائع جدا وبشكرهم على المجهود المبذول لحد اللحظه اللي احنا فيها والحمد لله النتائج جيده، لكن في النهايه احنا دايما بنبص على ما هو ابعد. يعني انا قلقان، انا عايز اخد البطوله، عيني على البطوله، عايز اروح باريس، عايز اعمل حاجه، فبالتالي انا قلقان شويه من البطوله، حاسس ان انا في السيمي فاينال اللي جاي ده مش عارف اعمل ايه. يعني هو طبعا اي جمهور سواء بيشجع نادي بعينه او بيشجع منتخب الوطني بتاعه، اكيد الفوز والحصول على درع او لقب او كاس البطوله ايا كانت ايه هي البطوله دي اكتر حاجه مرضيه بطبيعه الحال. لكن ممكن بيبقى العزاء الوحيد في حال فقدانك للقب او لدرع ان انت تشوف اداء مرضي. صح، احنا بقالنا كتير بنتكلم في ان احنا مش شايفين اداء مرضي. طبعا ناهيك عن النتيجه، ما بطبيعه الحال هنوصل للنتيجه ازاي واحنا شايفين اداء مترهل. فالمعضله دي مين اللي ممكن يفك طلاسمها؟ مين ممكن يساعد في فك طلاسمها؟ الوقت، المدير الفني والجهاز الفني مع الوقت. اللعيبه دي كانت محتاجه، يعني لو كانت ظروف الدوري احسن شويه كانوا اتجمعوا بدري شويه، قعدوا شهر مثلا قفلوا على نفسهم في مكان معين، سافروا بره مصر او حتى معسكر في مصر، اللعيبه تنسجم، اللعيبه تبقى مقربه من بعض بشكل احسن من كده، اكيد هيظهر الكلام ده في الملعب. اللي بيتعمل بره الملعب بيظهر في الملعب. خد بالك الكوره مش 11 ضد 11 ولا السكواد اللي 20 ضد 20 في الملعب، مش كده خالص، ده في تفاصيل كتير جدا بره، ده في تجمع على الغدا، ده في اوضه لبس، ده في اوتيل، ده في تعاملات، الحاجات دي كلها لو علاقه اللعيب ببعض جيده والجهاز الفني قريبين من بعض هم اكيد موجود. مش بقول انه في حاجه، لا، بس مش واصله لاحسن حاجه، اكيد هينعكس على اللعيبه في الملعب. خلينا اقول ان الوقت، عشان برضو ما نبقاش بنظلم حد وندي لكل واحد يعني حقه بما يرضي الله، ممكن يكون الوقت مش كافي، ممكن يكونوا ما قعدوش مع بعض كفايه، ما عملوش مباريات وديه كتير، ما استعدوش كتير، حتى مبارياتهم اللي كانوا بيلعبوها هنا في اسكندريه برضو ما حسيناش بيها قوي، ما حسيناش يعني كانوا بيلعبوا وقت واحنا مش عارفين اصلا النتائج ومش شايفين ومش مركزين، فتحس برضو الناس برضو مش في ظهرهم قوي، يعني تحس برضو مش منورين قوي قدامنا. لكن في النهايه هم المصريين دايما كده، لما تيجي وقت صعب تلاقي الناس، حتى شفت مباراه امبارح، شفت يعني محمود صابر الهدف اللي احرزه والفرحه الكبيره جدا المبالغ فيها اللي عند اللعيبه، توريك ان اللعيبه دي لا عايزين يعملوا حاجه، عايزين يعملوا حاجه، بس احنا مظلومين بان الوقت ضيق شويه، ان احنا ما قعدناش مع بعض كتير، ان احنا ما استعدناش اصلا بشكل كويس، انه اكيد احنا لو عايزين نروح اولمبياد باريس لازم كان الاستعداد يبقى احسن من كده. احنا كل موسم بنقول كده وكل سنه بنقول كده. بص انا لو مدير فني مكان ميكالي اقول له افصل لي، انا عايز ال 20 30 لاعب اصلا ما يشاركوش في الانديه بتاعتهم بشكل كبير، يعني افصلني خالص عشان عندي هدف مختلف، ما بيشاركوش، افصلني في حته ثانيه شهر قبل البطوله عشان اعرف اركز، انا لو مكانه لازم اعمل كده. واحنا يعني حتى في بعض الاحيان لما بنيجي نختار، وانا هنا بتكلم على المنتخبات بشكل عام سواء اولمبي شباب منتخب اول، لما ربنا بينفخ في صورتنا وبنخطط ان احنا نعمل ماتشات وديه عاده بنختار منافسين احنا عايزين نعدل عايزين يعني نعدل الدنيا على خير. يعني لاعب البرازيل يعني ولا لاعب يا سيدي بلاش البرازيل، لاعب حد في النص. انا بقول لك حساباتنا يعني دايما المدير الفني يحسبها ازاي. انا راجل برضو عايز اعمل، لسه ما عنديش كريدت قوي في المكان اللي انا فيه، فانا عايز ايه يعني خلي الدنيا عامه الاسبوعين اللي احنا قاعدينهم يقعدوا على خير لحد ما الماتش الود اللي بعديه، فهات فرقه في النص كده عشان تبقى في المتناول. يعني الناس الثانيه، الناس بره بتفكر بشكل مختلف، تلاقي المغرب بتلعب، تلاقي السنغال كانت بتلعب مع البرازيل من يمكن 10 ايام واسبوعين وكسبوا البرازيل 4 ليه. فاكرين لما كنت معاكم مره هنا بقول لك التطور اللي حاصل في افريقيا مرعب للانديه وللمنتخبات. النهارده لما ساديو ماني واللعيبه اللي بتلعب كلها في دول اوروبا كلها لما يجي يلعب مع البرازيل، ما هو بيلعب معايا في الفريق ده، انا اصلا اساسه هو احتياطي. يعني في لعيبه من السنغال في انديه بيبقوا اساسيين ولاعيبه برازيليين احتياطيين وما بيلعبوش في الانديه، فبالتالي لما لعبك انا منتخب من هكسبك، ايه المشكله؟ وهكسبك 3-4 عادي جدا. هو طبيعي ان السنغال تكسب البرازيل 4 حتى لو ماتش ودي، مش طبيعي، لكن هم مصدقين نفسهم، هم اشتغلوا بشكل كويس، فبالتالي التخطيط ماشي بشكل كويس. طول عمرنا في مصر بنقول التخطيط، البلان، الوضع، المشروع. حضرتك قول لي مشروعنا، اي فرقه عندنا في المنتخب مشروعها ايه؟ مفيش حاجه معلنه، مفيش حاجه معلنه، خلينا نكون واضحين. ما بتبقاش عارف، انا مش عارف حتى المنتخب عارف. بتاعنا يعني المنتخب الاول برضه مش عارف الوديات اللي انا بتكلم بجد والله العظيم، انا ما اعرف خطه المنتخب الاول ايه ولا منتخب الاولمبي ايه ولا منتخب، انا عارف ان هم في البطوله عايزين ناخدها. طب ما اي حد رايح البطوله عايز ياخدها، بس ايه سير بقى، انما هتعمل ايه بعد البطوله؟ لو رحت باريس هتعمل ايه؟ ولو ما رحتش هتعمل ايه؟ البلان، وبعدين مش معلنه ليه؟ اكيد المدير الفني اكيد عنده بلان. طب احنا مصريين عايزين نعرف القصه عامله ازاي، لانه عشان نبقى برضه منتمين وفي ظهرك يعني. فبالتالي احنا بنقول الكلام ده من غيرتنا دايما، من غيرتنا دايما على بلدنا، من غيرتنا على نادينا، بنحب دايما انه احنا عايزين نبقى يا جماعه زي ما الناس واضحه، لان بنشوف نتائج في صن داونز، بنشوف نتائج في السنغال، بنشوف ان السنغال خد كل حاجه السنه اللي فاتت ومن مصر بالتحديد يا جماعه، فحتى كره شاطئيه. فالبلان واضحه يا جماعه، عايزين البلان تبقى واضحه علشان بس نعرف ندخل جوه السيركل بتاعتكم ونبقى عارفين الامور ماشيه فين، وعشان نعرف نتحاسب برضو، وعشان نعرف نشجع، وعشان نعرف ننتمي، عشان حاجات كتير جدا. وضح لي بس الخطه عشان ده مهم جدا. بص يعني الكلام اللي بتقوله كلام بصراحه ممكن يكون البعض يقول لك يعني ظلامي شويه، بس هو حقيقي.
يعني انت بتيجي تتكلم هي صوره حقيقيه، يعني احنا بننقلها مش هنطلع نجمل. عايزاني اصحى من النوم على كارثه؟ لو انا قعدت اضحك على نفسي ونقول احنا محققين واعمل بلالين وارسم بسين وجو ده، ممكن نعمل الكلام ده واصحى من النوم؟ انا مش عايز ده. انا عامه في النادي الاهلي اتعودت على ده، اتعودت. كنت بقول لكم دايما ان عملنا الجزيه في وقت الانتصارات الكبيره جدا كان هو يجي قلب وشه. ليه؟ عشان هو باصص قدام، عايز افضل على طول، عايز اشوفكم على طول مبسوطين. فانا عايز اشوف مصر على طول مبسوطه، وعايز اشوف النادي الاهلي على طول مبسوط، وعايز اشوف كل الاماكن. لو عايزين نبقى صراحه وفي شفافيه في كلامنا، بصي، اولى خطوات الاصلاح والاعتراف بوجود اخطاء والعمل على تصحيحها. لو ما اعترفناش يا جماعه مش هننطلق. بس احنا بقى بنعترف بقالنا كذا فتره، يعني الاعتراف ماشي بس مش بايدينا ننفذ. الاعتراف معانا بقاله فتره طويله يعني. ف ليه دايما احنا كده؟ يعني حتى دلوقتي وانت بتتكلم، انا كمواطن مصري كمشجع مصري زعلان ان انا اسمع الدول الثانيه، المغرب، السنغال، افريقيا، بعض المنتخبات والفرق اللي هي كانت بعيده عنك قوي وانت متقدم معانا بشكل كبير، سبقتك بكتير، وانت محلك سر زي ما قلت. ما انا طول ما انا محلي سر ده معناه ان انا مش ناجح، لان لازم كل فتره اي بني ادم حتى على المستوى الشخصي يتقدم، حتى اللي هو الثبات في النجاح ده فشل. فليه كده يعني؟ احنا بنتكلم دلوقتي، اي حد بيسمعنا هيعتقد ان احنا ما صعدناش، هقول لك انت بتتكلم انت اصلا صعد سيمي فاينل. لا يا جماعه، احنا مش مصعدناش، احنا الطبيعي ان احنا نصعد اصلا، واحنا الطبيعي ان احنا ناخد افريقيا. هو انا النهارده لو كسبنا افريقيا هيبقى في فرحه مبالغ فيها؟ لا، هيبقى عادي يعني. مصر بتكسب افريقيا، ما ده الطبيعي، لان احنا اسمنا في القصه دي. فبالتالي احنا بنقول وبننتقد، او مش بننتقد، بنحلل الوضع، لكن في النهايه انا مش في ايدي اعمل حاجه، وحضرتك مش في ايديك، والسكري مش في ايدي يعمل حاجه. مش احنا المسؤولين، حضرتك مش احنا المسؤولين عن مش معنيين بالملف. فمشكلتنا ان احنا شوفي كده السوشيال ميديا، شوفي كل النقاد، وشوفي كل الناس، الوضع العام جوه منظومه كره القدم المصريه مش مرضي عند ناس كتير جدا. لكن في النهايه هو كام واحد بيدير؟ الناس اللي على البورد كام واحد؟ بيديروا ازاي؟ بيديروا بأنهي شكل؟ بيشتغل في كام حاجة اللي بيدير؟ بيعمل كام حاجة؟ هو مركز تركيزه هنا كام في المية، وتركيزه هنا كام في المية، وتركيزه هنا كام في المية؟ طب هو عامل أقصى حاجة؟ مع إن الأسامي اللي بتدير مفروض اسماء كبيره يعني جدا ولها باع كبير يعني. وانا النهارده لهجه قايم الناس اللي بتدير؟ اكيد لا، ولا انا ولا غيري. اكيد الناس دي اجمد ناس. الناس دي اصلا اوريدي لو هم بره البورد تسمعي كلام كتير جدا، تدخلي جوه السحر اشتغل، ما تعرفيش في ايه. طب يا جماعه انتوا بتقولوا كلام عادله غريبه جدا. قعدنا سنين طويله مندهشين من ايه؟ من ان احنا بنشوف في عالمنا العربي وفي بلدنا كواليتي مشاكل مفيش منها في اي مكان تاني. يعني نوعيه المشاكل، مفيش مكان يخلو من المشاكل، لكن نوعيه المشاكل عندنا في عالمنا العربي غير اي مشاكل في اي دوله تانيه. بقينا في الفتره الاخيره بنلاقي ان العالم العربي ده وافريقيا دي ابتدوا كمان يعدوا مرحله المشاكل دي، ويذللوا لكل العقبات وينطلقوا، واحنا اللي بقينا لسه قاعدين مندهشين على حالنا. ايه الحل؟ الحل انك تشتغل بشكل مختلف وتعمل تغيير قوي جدا. لازم في ثوره على مستوى الادارات اللي موجوده والناس اللي بتدير ده بجد يعني. والنهارده احقاقا للحق يعني، اقعد كده محرك مع نفسك بره الهواء وشوف مين اللي بيدير اماكن كتير جدا في مصر، سواء انديه، هتلاقي المهندس فلان الفلاني، دكتور فلان الفلاني، الاستاذ فلان الفلاني، ما كانوش الناس بتوع مين رئيس نادي كان لعيب كوره غير كابتن محمود الخطيب في الانديه اللي موجوده في مصر في الدوري الممتاز؟ مين؟ في حد؟ مفيش حد يعني. انا مش قادر اركز، او مش قادر يعني على استحياء. لو لقيت حد يعني هتلاقي حد واحد ولا اثنين. انما النهارده طول الوقت بقعد اقول، كل ما اجي هنا بقعد اقول خدوا نادي الاهلي مثال، اشتغلوا او مع النادي. مش عيب يا جماعه والله العظيم، لما يبقى في مثل اعلى. وكابتن طارق العشري وهو مدير فني كان بيجي مع مانويل جوزيه يعمل فترات معاشه، وهو مدير فني منافس ليه وكسب كاس مصر مع الحرس وسوبر وعمل نتائج كبيره جدا. الراجل كان بص، وهو مدرب كبير في مصر وعمل ارقام يمكن ما عملهاش لحد دلوقتي، كان بيجي يتعلم من النادي الاهلي. فبالتالي انتوا، احنا ليه ما بنعملش كده؟ وبعدين والله العظيم ثاني وثالث ورابع، مش علشان انا موجود بس هو كده، ده قدره يعني. ما هقول حاجه مغايره للحقيقه، بقول لك احنا كلامنا فيه اقرار لواقع ملموس. في النهايه لا، لازم ثوره كبيره، ومش هتحصل. انا بقول لك مش هتحصل، لكن يمكن وانا جاي من قدام وبقول لكن بس اقول لحضرتك حاجه، يمكن التاريخ يذكر الحلقه اللي احنا او الكلام اللي احنا بنقول فيه ده. بعد 5 سنين لو ربنا جمعنا بيكم، هوريكم انه احنا هنحصد النتائج السلبيه بتاعه الحاجات الكتير جدا الغير مدروسه الفتره الاخيره. وانا بحاول انتقل الالفاظ، مش عايز اقول عشوائيه، الغير مدروسه الفتره الاخيره. بعد 5 سنين هشوف النتائج السلبيه هتبقى عامله ازاي. مش بتشائم، لكن حابب بلدي وحابب نادي وحابب الاماكن اللي انا بحبها. بعد 5 سنين هفكركم ان شاء الله، لو لينا عمر هنحصد نتائج سلبيه نتيجه للحاجات كتير جدا غير مدروسه بتحصل جوه الوسط في الانديه وفي المنتخبات وفي اداره. مش بتكلم على نادي بعينه ولا منتخب بعينه، في اداره منظومه كره القدم بكل تفاصيلها. بقى شوف بقى، هي مش كوره بس، كوره واعلام وجمهور واوا. هنشوف بعد 5 سنين احنا هنروح على فين. هو طبيعي، معلش انا اسف يعني، هو طبيعي طبيعي يعني ان احنا كنا ننام نصحى نلاقي سان داونز كسبنا 5 في المره الاولى، صحينا على بصي اقسم بالله العظيم مباراه سان داونز الاولى، اقسم بالله زلزال. عارفه لو تفتكري زلزال 92 من الحاجات اللي في حياتك تفتكريها، فاهم قصدي؟ فبالتالي انا صحيت على كارثه، لكن النادي الاهلي اشتغل. ده النادي الاهلي بقى يقول لك ايه، ده احنا لما كل ما نلعب سان داونز ونخسر بنتيجه كبيره انطلق بعدها انطلاقه وتوهج بشكل كبير جدا، فاهم قصدي؟ فبالتالي لو مصر كلها جوه افريقيا الناس ما اشتغلتش،
ما اشتغلتش هنصحى على كوارث كتير جدا. مش بصي النادي الاهلي الحمد لله النادي الاهلي اللي بيحصل له مشكله بيعرف يلحق نفسه، عنده المقومات اللي تخليه يلحق نفسه، انما كل الناس اللي في مصر مش جاهزه، كل الناس اللي عربيات مواتير قديمه، علشان تقوم المواتير وعلشان تلحق نفسك هتبقى اتعطلت كتير جدا. فبالتالي انا بقول هو لكل الناس اللي هيعطل المنتخب في الاخر بالظبط. ما احنا النهارده بدانا كلامنا اصلا على المنتخب، وبعدين احنا ابتدينا نرجع لورا على الاسباب اللي خلت المنتخب بالشكل ده، ان اللعيبه دي كلها ما بتلعبش. انا بقول لكل الناس اللي موجوده في مصر المواتير عطلانه، الادوات مش احسن حاجه، لازم الناس اللي بتدير الكوره تكون ناس بتاعت كوره. يا جماعه اللي بيدير الكوره بتاع الكوره، مش عايزين مره واحده كلنا بينا نحب الكوره مره واحده، كلنا بينا نشتغل في الكوره، كلنا بنشتغل في كل مؤسسات الكوره، كلنا بينا كباتن مصر. كابتن صالح سليم الله يرحمه كان دايما واحنا صغيرين، انا بقول لك الكلام ده في اذهاننا، يعني كان يقول لك يا جماعه قول لكل واحد باسمه، ما تبقاش ماشي في الموقف الميكروباصات فتقول لي ده كابتن، كابتن منين يعني ده كابتن منين، ده مش كابتن خالص. حتى يعني بص المصطلح القصه طبعا. فين كل واحد يتحط في مكانه، كل واحد يتحط في بروازه، كل واحد يعمل بلان مختلفه. ما تجيش انت تشتغل 3 سنين في مكان وتقول انا ال3 سنين بتوعي وهنجح بشكل معين، ماليش دعوه اللي جاي بعد هيعمل ايه، واعمل بقى على قد الحاجات اللي قدهم اللي على قد الناس بقت. يعني انا بشوف ناس كوادر بيشتغلوا في اماكن ما بيدوش كل حاجه عندهم، يقول لك المكان ده ما يستاهلش، بتبخله يعني، انت بتبخل انك تدي اكتر حاجه عندك، فبالتالي ما بقاش في كوادر يا جماعه. جمله اصلا غريبه جدا لما تقول المكان ده ما يستاهلش، حاجه الناس مش عاملين ضمير مش موجود اصلا. انا سمعتها كتير جدا، انا بجد انا سمعتها كتير جدا. بص حضرتك انا لو جيت النهارده قناه النادي الاهلي وما قابلتنيش بشكل كويس، ما خليتنيش انتمي ليكي، انا مش هديكي كل حاجه عندي. فبالتالي الانتماء يصنعه المسؤولين، ده طبيعي، الانتماء يصنعه المسؤولين في اي مكان. فبالتالي لما تدخلي مكان تقابليني كويس تعامليني كويس، هفضل اطلع اقول لاستاذ هوندي دي اجمل واحده، دي اشطر واحده، استاذ كريم ده احسن، انت اللي خلقت الانتماء مش انا. لو قابلتيني بشكل مش كويس او ما اديتنيش احسن حاجه او ما ظلمتيش تعبي او ظلمتيني، هطلع في الاخر اقول عليك ايه، وانا شغال معاكي هبقى بشتغل عشان السالري بتاع اخر الشهر، بقول ايه نزل ما قدرتنيش، ده انا نجحت نجاح كاسح وفي الاخر ما لقيتش مكافاه. ده لقيتهم بيعملوا ايه، بياخدوا النجاح ينسبوه لنفسه. انت متخيل القصه؟ يعني بدل ما تقدرني انا كشخص، بتاخد النجاح تنسبه لحد تاني، فابتدى العلاقه تتوتر ما بين المسؤولين في مكان واحد، فابتدى يبقى ما فيش انتماء. يعني مش عايز اخرج بره اطار المنتخب، لكن بتكلم في صالح عام، انه منظومه كره القدم المصريه في مصطلحات ومفاهيم اتغيرت معنيها، المصطلح موجود لكن معانيه مختلفه تماما. فبالتالي انا بقول لك انا متاكد والله العظيم ربنا هيجمعنا ان شاء الله بعد 5 سنين واقول لكم الكلام ده احنا عندنا حق فيه. لا كان في حاجات كتير جدا مش مظبوطه، نتمنى الاصلح يا رب اللي جاي، نتمنى انصلاح الاحوال يا رب. باذن الله كل سنه وانت طيب، نورتنا حضرتك. طيب حبيبي ربنا يخليك، نورتنا يا كابتن اسلام، ربنا يخليك يا رب. بس النهارده ما اكونش متشائم او حاجه، بس لا لا كلام واقعي، ما برضه الواحد بيتكلم بصوره واقعيه يعني، عشان الناس تحترم الكلام، لان انا لو طلعت فعلا قلت حاجات منافيه للواقع يعني انا كده ما بحترمش عقول الساده طبعا المشاهدين. انا بشكر حضراتكم اكيد انا وكريم، ونشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.